كل شيء بخير، كل شيء زين، الحمد لله والشكر لله. رحمة سيدي ربي كل شيء بخير الحمد لله. بحال بحال هنا في المغرب هذا هو اللي مهم، كل شيء مزيان كل شيء بخير. اللي مهم هو القراءة، الأوبجيكتيف علاش مديور كاع المعريض هو القراءة، وتشجيع القراءة وتشجيع الكتاب وتشجيع الناس ديال النشر وتشجيع دور النشر، هذا هو اللي مهم. كاينين توقيعات، كاين عرض، كاين اقتناء، كاين شوف راه ماشي المهم اننا نديروا واحد العدد كبير، المهم هو زراعه كنزرعوا لهاد الاجيال القادمه. بعدا انا شفت يعني مدارس بشكل يومي يعني كتزور المعرض، وهذا اللي مهم هو اننا نزرعوا في هاد الاجيال القادمه حب ديال القراءه، هو اللي مهم. هذا نقله نوعيه، والفضل كيرجع بعد الله للمجلس ديال الجاليه ديال المغاربه بالخارج، هما اللي كانوا وراء هاد الشوفه ديالهم ان عاطر يجي يكون كيشتغل الى جانب واحد الخليه نحل كتشتغل هنا رفقتها يعني الدكتور في علم الاجتماع اللي هو عبد الرحيم العطري واخوان اخرين السيل مرابط هذا، فما يمكن إلا نلبي الدعوة لأنها ذات هدف نبيل. حاولت في لو كونسيبت ديالي أنني نمشي للناس اللي ما عليهمش الأضواء، غالبا الصحافة كتمشي للمشاهير والناس اللي هذا، أنا كنمشي للجانب الآخر اللي عليه العتمة اللي عليه ماشي عليه الضوء هذا، كنحاول ما أمكن بشكلي أنا بطريقتي أنا باش نبسط للناس يعرفوا المغزى ديال هذا. ولكن اللي غريب هو كنلقى هذوك الناس اللي ما عليهمش الأضواء، كتلقى رجل مسن يهيئ الدكتوراه، رجل مسن واحد البارح اللي عجبني كاع سولته قلت ليه أجيتي دير هنا، قال لي أجيتي دير تا هنا. قلت ليه علاش، قال لي أنا عندي 17 مؤلف، وهذيك 17 مؤلف ما صوبها تاخذ لا روتريت، يعني هذا هو اللي كاين. واحد اخر جيت لقيتو كيعزف بالعود في واحد ستوند وسلم عليه وعنقني واحتضنني وقلت لي دابا انت كتعزف على العود والناس كتعزف على القراءه، هذا حتى هو زوين. واللي صراحه من حسنات هذا الاختيار مع المجلس ديال الجاليه هو انهم وروني وجهي في المرايه، انني عرفت مقدار ديال الحب ديال الناس لمحمد عاطر والحب ديال الناس لبرنامج ريحه الدوار، حب كبير وكبير وكبير جدا. لن يزيدني الا افتخارا بما اقدم، ولن يزيدني الا انني خصني نبذل مجهود اكبر لاسعاد هؤلاء المتتبعين اللي هما كتر. كاينين كتب واللي زوينه سي منير هو ان الناس القي انا اخ بزاف يعني الارويقه بزاف الكتبيين اللي طلبوا مني انني ندير تجميع ديال الحلقات واصدار كتاب هذا الباب، ووعدني السي عبد الرحيم انه بإعاز من الطلبه ولا بإعاز منه هو أن الطلبة إن شاء الله يشتغلوا على تحليل الحلقات ديال 13 سنة ديال برنامج ريحة الدوار. تجري في دمي ساكنة في عظامي، ياك تساريت كاع الدنيا ما بحال رياح، فيه بويا فيه جدي خوالي وعمامي، هذا تاريخ ما فيه كذوب، تاريخ صحيح.